قالب فراولة اسمه سلايز فراولة، قريبة قوي من النوجة لكن مش نوجة. عبارة عن ايه بقى؟ كيلو من الفراولة، كيلو من الفراولة متقطع، متنضف ومتقطع، عليه كوباية سكر. كيلو من الفراولة اهو متقطع ومتنضف، عليه كوباية سكر. ما احنا لازم نقول كل المقادير، وهات لي بياض البيض من فضلك. عندي كمان علبتين زبادي، علبتين من الزبادي، وعندنا 5 بياض بيض وثلاث ارباع كوبايه سكر وكوبايتين كريمه مخفوقه ومعلقه جيلاتين. تاني عشان الموضوع ده لازم نركز فيه شويه. هات كذا لونه. كيلو من الفراوله متنضفه، وعندي هنا ايه قد ايه؟ عندي كوبايه سكر. هنشوف هنعمل فيهم ايه، يعني هنحط الاثنين مع بعض دول على النار ونشغل عشان يعملوا معايا ايه؟ مطبوخ، فراوله مطبوخه. هناخدهم كده الاول اهم، ده كيلو الفراوله، ونحط عليهم كوبايه السكر، يعني حوالي 200 جرام من السكر، ونسيبهم بدون اضافه اي شيء عليهم، نسيبهم يغلوا مع بعض. في نفس الوقت عندي كوبايتين زبادي، وعندي 3 ارباع كوبايه سكر ومعلقه جيلاتين، واخر حاجه كوبايتين من الكريمه المخفوقه، خمسة بياض بيض. طب ايه الموضوع بقى؟ هقول لكم الموضوع. هنيجي كده اهو، نجيب المضرب، نركب الكهرباء الاول، ونعمل مرنج. نعمل مرنج يعني ايه؟ يعني هشيل المضرب ده ونرفع، ناخد ده كده ونركب المضرب مكانه عشان هنعمل مرنج. بسم الله. نحط بياض البيض اهو، بياض البيض مع رشة ملح او كريم ترتار، لو ما عندناش كريم ترتار نحط رشة الملح، ونشغل. الكهرباء مش واصلة هنا. لا اشتغلت. شايفين؟ حطينا هنا بياض البيض مع رشة الملح ونشغلها. لو انتوا بقى قلقانين من ان احنا نحط السكر على بياض البيض ونعمله مرنج، ممكن نسوي السكر عند درجة حرارة 121 ونضيفه عليه، يبقى مرنج ايطالي عشان نسوي البيض. تاني انا بقولها لكم، عايزين تحطوا السكر على طول مباشرة مفيش مشكلة، عايزين تسووا السكر في شوية مية صغيرين، يعني ناخد كده جزرونة صغيرة أو طاسة صغيرة أهي، ونحط فيها السكر ونحط عليه شوية مية، يعمل معاه كراميلا أبيض عشان تبقوا مطمئنين إن المرنج بتاعي طلع مستوي أهو. تاني هنحط شوية مية عليه صغيرين، ده عشان خاطركم أنتم، لكن عادة كل الأماكن في العالم بتستعمل بياض البيض مباشرة، لكن انتوا عشان خاطر نأمنكم ويبقوا حاسين ان ده مستوي، هنعمل ايه؟ هناخد نسوي السكر ونحطه عليه عشان يسوي بياض البيض ويعمل مرنج ايطالي. شايفين هنا بقى المرنج بدأ يطلع معايا اهو، اللي انا بقول عليه، شايفينه؟ كيلو من الفراولة، كيلو من الفراولة، حطينا معاه كوباية سكر على النار، بقت بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي اهو. وعندي انا حطيت هنا 3 ارباع كوبايه من السكر مع شويه ميه، عملت كراميل ابيض اهو، وهنا 5 بياض بيض مع ايه؟ مع رشه ملح، عمل مرنج. شايفينه؟ هتشوفوه من فوق كمان، وانا بنزل عليه سرسوب من الكراميل عشان نسوي البيض، نسوي بياض البيض، لازم ينزل سرسوب رفيع كده اهو، عشان نعمله مرنج ايطالي. اولا بيسويه عشان ما يبقاش فيه مثلا حاجه انتوا قلقانين منها، كمان بيخليه جامد يعني متجمد شويه اهو. خلاص نحط كل الكميه. جميل. بعد كده نروح نشيل دي، وادي الفراوله بتاعتي، عايزكم تشوفوا شكلها بعد ما استوت كده، بقت مطبوخه اهي، نفضها هنا، ادي شكلها حلو كده. لازم تبرد،
فانا بردتها بقت بالشكل ده اهي، بردتها بقت بالشكل ده. بعد ما نخلص المرنج ده هنشوف هنعمل ايه مع بعض واحده واحده. هنيجي هنا نجيب بوله صغيره ونحط الجيلاتين، ندوبه مع شويه ميه صغيرين ونضيفه شويه بشويه، بس لازم تكون ميه زي ما بنقول دافيه، ميه دافيه. ناخد شويه كالعاده من الميه السخنه على شويه من الميه الساقعه ونقلبهم مع الجيلاتين عشان يدوب معانا. اهو معلقه الجيلاتين نحط عليها شويه ميه دافيه صغيرين، حوالي معلقتين من الميه الدافيه، ونقلب بس كده كفايه. ونيجي هنا على المرنج اللي احنا حاطينه فين؟ في المكنه، وننزل شويه بشويه عشان ما يهبطش معانا، شويه بشويه. لو نزلت كله مره واحده هيهبط معايا. تاني بكرر اهو، نقطه بنقطه كده، وهي المكنه شغاله علشان زي ما بقول لكم ما يهبطش معانا. خلاص خلصنا الجيلاتين، نجيب الزبادي ندوب بالراحه قبل ما نحطه، ندوبه كده شويه ونحط معلقه بمعلقه علشان برضو ما يهبطش معانا المرنج، بالراحه خالص. خلاص خلصنا الزبادي، نيجي هنا بقى نعمل ايه؟ نوقف المكنه ونرفع وننزل الزيادات دي كلها، ونيجي نرفع دي كده ونجيب اسباتول علشان نقلب مع بعض كل الحاجات اللي باقيه عندي بالراحه. اول حاجه هناخد مع بعض الكريمه المخفوقه ونقلب. طبعا في هنا هواء وفي هنا هواء، بالراحه كده عشان الهواء يتحد مع بعضه. حطينا اهو المرنج مع الكريمه ونقلب، وبعدين نضيف الفراوله مره واحده ونقلب. شايفين؟ وبعدين بعد ما نفضي كده ناخد الكريمه تاني ونقلب. بعد ما نخلط كله مع بعض ونحس ان كله تجانس، نقوم مفضينها في القوالب ومدخلينها الفريزر لمده 6 ساعات تتجمد معانا. مين معانا؟ يا استاذه هيام، ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيكي. قد ايه مبسوطين باكلاتك والله يا شيخ. انا اللي اسعد بسماع صوتك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يديك الصحه دايما يا رب. يا رب يخليك ليا. الله يخليك يا شيخ. كنت عايز اسال عن الكبسه السعودي. حاضر من عينيا. طارت الفاكهه ممكن؟ اللي هي يا فندم طارت الفاكهه؟ اه. حاضر. وحاجه كمان كنت عايزه بس الكبسه السعودي اللي هي بالفراخ. حاضر من عينيا. من عينيا حاضر. وتفرق فراخ عن لحمه ولا عادي؟ لا ما تفرقش. الاثنين عادي؟ الاثنين عادي اه. شكرا يا شيخ، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. لا تحت امرك، هقول لك عليها. حاضر. تاني بشكرك على اتصالك، وبنقلب كده بالراحه. شايفين عشان خاطر الفراوله؟ شايفين اهو الفراوله تختلط مع تبقى جوه اهو. اه شايفين؟ تبقى جوه الخليط مش براه. بعد كده نجيب القوالب بتاعتنا ونفضي، يعني دول الكميه دي تملى قلبين او ثلاثه. نفضي. لما نيجي بقى نقطعها هتشوفوا شكلها عامل ازاي. الفراوله جواها باللون الاحمر جوه الكريمه بتاعتنا دي. ادي القلبين بتوعي، ندخلهم في الفريزر علشان يتجمدوا معانا. واحنا طبعا عارفين ان وقتنا بيبقى ضيق لان دي بتاخد 6 ساعات، فاحنا هناخد بقى ايه، نشيل دول في الفريزر ونجيب اللي احنا عملناهم اهو. بس نغسل ايدينا بقى، ويا رب تكونوا مستمتعين معانا. طبعا احنا خلصنا كل الحاجات، انا بس هاجاوب على الاسئله الموجوده معانا. ده شكلها بعد ما بتطلع من الفريزر، بنقطعها شرايح كده. ادي القالب. او لو هنقدمها كده، عايز اقول لكم حاجه تاني، ممكن بقى نحط عليها كده صوص راسبري زي ده كده على الوش، او زي ما انتم عايزين. بلاش صوص راسبوري مش لاقيينه، نجيب صوص فراوله. نعمل صوص فراوله ازاي؟
نحط فراولة زي اللي أنا حطيتها على النار مع السكر ونسيبها تغلي شوية لغاية ما تتقل تبقى مركزة زي دي. لكن شايف يا محمد؟ يا محمد شايف الصوص وهو نازل ده؟ لا الصوص ده هو نازل الحكاية يعني أهو بالهنا والشفا.